بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم. نزل عليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه وأنزل التوراة والإنجيل. من قبل هدى للناس وأنزل الفرقان. إن الذين كفروا بآيات الله لهم عذاب شديد والله عزيز ذو انتقام. نسأل الله أن يثيبه الجنة بذلك. أوصى أن يصلي عليه ولده درويش. من كان له في ذمة الشيخ محمود إدريس شيء فولده درويش كفيل بأي حق على والده. وقبل أن أصلي عليه أقول كلمة حق وصدق. كان شيخنا يحب الله ورسوله، ولطالما رأيناه يبكي عند سماعه للقرآن. ووالله أقول لكم بالصدق، كان يقول أظن بالله خيرا. صلاة الجنازة أربع تكبيرات. نذكر بأن بعض الإخوة لا يعرف صلاة الجنازة ويأتي ربما لأول مرة إلى المسجد. أربع تكبيرات نقرأ بعد التكبيرة الأولى الفاتحة، وبعد الثانية الصلاة الإبراهيمية، وبعد الثالثة دعاء للمتوفى، وبعد الرابعة دعاء لعامة المسلمين. وأسألكم بالله أن تخلصوا له الدعاء. اللهم تجاوز عنه يا رب العالمين وأعظم أجره يا رب العالمين. اللهم يا رب العالمين عنه وذريته كما قلت في كتابك الكريم. والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم وما ألتناهم من عملهم من شيء كل امرئ بما كسب رهين. اللهم وإنا نسألك له مقاما بجانب النبي محمد صلى الله عليه وسلم عند الحوض وفي ظل عرشك وعلى سرر متقابلين يا رب العالمين. واجمعنا واجمع الحاضرين جميعا في هذه الجنازة المهيبة معه يا رب العالمين ومع نبيك محمد صلى الله عليه وسلم عند الحوض وفي ظلك يوم لا ظل إلا ظلك وعلى الأرائك متقابلين. واجمعنا سويا أجمعين وذرياتنا يا رب العالمين ننظر إلى نورك وإلى وجهك وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. هذا الدعاء ومنك الإجابة وعليك التكلان ولا حول ولا قوة إلا بالله. استودعناك إياه
استودعناك إياه يا رب. اللهم وأخلف هذه الأمة بعشرات ومئات مثله يا رب العالمين، يخدمون القرآن ويقرؤون القرآن ويعلمون القرآن اللهم، ويقودون الأمة لتحرير المسجد الأقصى يا رب العالمين. واجعل لنا من ذلك سهم ونصيب، ولنسلنا وذرياتنا، لا تجعل أحدا منهم إلا من أهل القرآن، والحمد لله رب العالمين. يا فقيدنا السلام عليك، يا فقيد هذه الأمة السلام عليك، أيها الشيخ الجليل أبو درويش الشيخ محمود عبد القادر إدريس، السلام عليك يا شيخ الزرقاء، السلام عليك يا شيخ القراء، السلام عليك يا من جمعتنا على القرآن، السلام عليك وأنت تتلو القرآن، السلام عليك وأنت تأم أبناء الإسلام، السلام عليك ونحن نودعك من الأرض لتتلقفك ملائكة السماء، السلام عليك يا شيخ محمود، يا من علمتنا في صلاة الفجر بدروس الفجر التي لن ينساها رواد الفجر محينا، يا شيخ محمود الملتقى على الحوض، الملتقى على الحوض مع المصطفى والنبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وحسن أولئك رفيقا. وأسأل الله عز وجل أن يتقبلنا معك، وأن يتقبل كل من أحبك، ليجمعنا بك مع النبي مع رسولنا صلى الله عليه وسلم. أسأل الله عز وجل الرحمن الرحيم أن يتقبله برحمته، اللهم تقبله برحمتك يا أرحم الراحمين، اللهم عافه واعف عنه وأحسن نزله يا كريم. اللهم إنا نسألك يا الله، وأنت خير منزول به أن تكرم نزله يا كريم، اللهم إنه الفقير إلى رحمتك وأنت الغني عن عذابه، فتجاوز عنه يا كريم. اللهم إنا نسألك يا الله أن تكرمه وتأجره بكل حرف علمه. اللهم تقبل شهداءنا وشاف جرحانا وحرر أسرانا يا رب العالمين. اللهم إنا نتوجه إليك بالدعاء، اللهم إنا نتوجه إليك بالدعاء، اللهم إن غاية هذا الشيخ كانت هنالك في القدس في الأقصى في اللد، اللهم إنا نسألك يا الله أن ترينا الأقصى عزيزا يا عزيز. اللهم وأكرمنا به ركعتين في ساحاته وقد تحرر من الاحتلال ومن الطاغوت ومن عملاء الاحتلال يا رب العالمين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.